باستعمال تقنيات متطورة لتحسين خدمة الإنترنت، تعمل المصالح المختصة لاتصالات الجزائر على تجديد الشبكات عبر مختلف الأحياء السكنية لبرج بوعريج. هنا يقوم الأعوان باستبدال الشبكات النحاسية القديمة بشبكات الألياف البصرية التي تسمح بتقديم خدمة نوعية، الأمر الذي ساهم في ارتفاع عدد المشتركين لما يفوق 14,000 مشترك. في مجال نشر خدمة الهاتف الثابت والإنترنت تقوم مؤسسة اتصالات الجزائر بولاية برج بوعريج بجهود حثيثة ووتيرة عمل جد متسارعة لربط الأحياء السكنية الجديدة واستبدال الشبكة النحاسية في الأحياء القديمة بالألياف البصرية. تسمى هذه التقنية بتقنية الافتتياش، وهي تقنية متطورة. قد شهد عدد مشتركي خدمة الانترنت نموا ملحوظا، حيث بلغ عددهم بنهاية شهر ديسمبر 2023 14,539 مشترك. تجاوبا للطلبات المتزايدة للمواطنين وتماشيا مع التطورات التكنولوجية الحاصلة لتعميم استعمال الانترنت، يعمل مختصون على تحويل الشبكات الهاتفية التي شهدت تشبعا في السابق إلى ألياف بصرية ذات تدفق عالي. تحديث الشبكة الهاتفية والذي سيسمح لنا بالتحول من يعني يسمح لنا بتحويل زبنائنا من مشتركين انترنت ADSL الى FTTH، وهي يعني تقنية الألياف البصرية. هذه التقنية والحمد لله ستسمح لنا اولا بتحسين الخدمة وسمح للزبائن بالوصول حتى 300 ميجا بايت في الثانية، يعني سرعة التدفق من ناحية. من ناحية ثانية، في ربما في وقت سابق كانت فيه تشبع على مستوى الشبكة الهاتفية الباطنية، الآن هذه التقنية ستسمح لنا يعني بتلبية طلبات كل الزبائن. توفر خطوط جديدة للإنترنت بفضل شبكة الألياف البصرية سهل من إجراءات الحصول على الخدمة، فضلا عن كونها سريعة مقارنة بالشبكات القديمة. حتى الاستقبال في الوكالة كان يعني ما شاء الله، درت لا دومون تاعي البارح، جاوا اليوم بلاصاولي، يعني في منتهى السرعة، ما كنتش نتوقع هكذا. هذه ما شاء الله يعني ما فيهاش لي كوبور، حاجة مليحة، نوفل تكنولوجي. زيادة تدفق الانترنت وتحسين الخدمات لا سيما تسهيل عمليات الدفع الالكترونية ساهم في تزايد التجارة الإلكترونية ببرج بوعريج. هذه السيدة الحرفية وجدت ضالتها في ترويج ما تنتجه أناملها. تدفق عالي، يعني لحد الآن ما لقينا حتى مشكل. لازم تكون عندنا الإنترنت دائما، لأن الطلبيات راح تكون بصفة يومية، وكما نقولوا باش أنك تحط المنتج تاعك على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا راح يكون بصفة يومية، يعني تقدر تقول أن الهاتف لا يخلو من الإنترنت. تجديد شبكة الإنترنت وما صحبها من توفير خطوط جديدة وزيادة التدفق وتحسين جودة الخدمات، كلها إجراءات ساهمت في ربح الوقت سواء للمواطنين أو للإدارات، وهو ما يندرج ضمن مسعى التحول الرقمي الذي تعمل الجزائر على تجسيده.